بسم الله الرحمن الرحيم. اول درس ان شاء الله في chapter 3 الالكتريسيتي وهو درس الماجنتيزم. درس الماجنتيزم سهل التوزيع على اربع اجزاء. اول بارت هندرسه 3 magnetization methods، ثلاث طرق لصناعه ماجنت من الايرن. تاني بارت 3 experiments to find magnetic field، ثلاثه experiments هنرسم بيهم الماجنتيك فيلد الخاص بالماجنت. ثالث بارت هنرسم اشكال الماجنتيك فيلدز، ماجنتيك فيلد شيبس. رابع واخر بارت 3 دي magnetization methods، ثلاث طرق لازاله الماجنتيزم من الماجنت. قبل ما نبدأ في أول جزء مهم جدا إن احنا ناخد مقدمة عن الماجنت. الماجنت بطبيعة الحال لا يتعدى كونه قطعة من الايرن اللي بيرمز ليه في الكيمستري برمز FE. لكن ايه وجه الاختلاف ما بين الماجنت وقطعة الايرن؟ الاختلاف الوحيد هو في ترتيب الايونز لكل واحد فيهم. بيقولي actually a magnet is not more than a piece of iron. Due to a certain arrangement in its metallic ionic structure, it has the ability to attract other objects that are made of iron, steel, cobalt and nickel. نتيجة لهذا الترتيب للأيونز بيكون الماجنت عنده القدرة ان هو بيجذب الأجسام المصنوعة من ايرن وستيل وكوبالت ونيكل. ماجنتيك ماتيريالز، الماجنتيك ماتيريالز هي الماتيريالز اللي ممكن اعمل منها او اصنع منها ماجنتس، كمان هي تقدر تتأثر بوجود ماجنت جنبيها. They are materials that are attracted to magnets and can be magnetized، وهم الايرن والستيل والكوبالت والنيكل. الماجنتيك بولز، الماجنتيك بولز هما بكل بساطة أطراف الماجنت، وهم أكتر مكانين بينجذب ليهم الأيرن فيلينجز لأن بيتمركز فيهم أقوى ماجنتيك بروبرتي بالمقارنة بمنتصف الماجنت اللي بتكون الماجنتيزم فيه ضعيفة وشبه معدومة. The poles are the places in a magnet to which magnetic materials are attracted. على سبيل المثال الأيرن فيلينجز، they are near the ends of a bar magnet and occur in pairs of equal strength. بيكونوا موجودين في نهاية الماجنت. أحد البولز دي اسمه نورث والبول الآخر اسمه ساوث. بيقولي a magnet has two poles, one is north pole and the other is south pole. لو علقنا magnet freely بحيث يكون حر الحركة، هنلاقي النورث بتاعه بيشاور على النورث بتاع الأرث تلقائيا والساوث بتاعه بيشاور على الساوث بتاع الأرث تلقائيا. If a magnet is hanged freely, its north will point to the north of the earth and its south will point to the south. عشان كده الكومبس أو البوصلة بتكون مصنوعة من magnetic needle. That is why a compass is made of a magnetic needle. قواعد الماجنتيك بولز، لو عندي ماجنتين قدام بعض، القاعدة الأولى للبولز إن like poles repel و unlike poles attract. واضح في الرسمة اللي قدامي إزاي إن لما بنحط الساوث والساوث قدام بعض أو النورث والنورث قدام بعض بيحصل repulsion، بينما لما حطينا النورث والساوث مع بعض بيحصل attraction. The force between magnetic poles decreases as their separation increases. منطقي جدا إن كل ما البولز بعدوا عن بعض كل ما تأثيرهم على بعض كان صغير. آخر معلومة، لو كسرنا الماجنت لقطع صغيرة كل قطعة هتعتبر بمثابة ماجنت مستقل بذاته. اول عنوان فعلي في درس الماجنتيزم هو 3 magnetization methods، ثلاث طرق ازاي ان انا ممكن احول قطعه من الايرن الى ماجنت. الثلاث طرق بتتلخص في الاتي: magnetization by induction, magnetization by stroking، والطريقه الاخيره electric dc magnetization. نبدا باول طريقه وهي magnetization by induction. الرسمه اللي قدامي دي بتوضح لي strong magnet اللي موجود بالعرض ومنجذب اليه بالتتالي بعض النيلز والبيبر كليبس. بالرغم من ان النيل في حد ذاته مش ماجنت، إلا أن تواجد النيل attracted to the magnet بيكسبه هو كمان الماجنتيك بروبرتي، فبالتالي بيقدر يجذب نيلز تانية غير ملامسة للماجنت الأصلي الكبير. بيقولي chains of small iron nails and steel paper clips can be hung from a magnet. لو أنا عندي ماجنت زي اللي قدامي ده، النورث بتاعه لتحت والساوث بتاعه لفوق، a strong magnet is shown، وهجيب قطعة soft iron فبطبيعة الحال هتأتراكت للماجنت. أنا مقرب soft iron ناحية النورث. بيقولي a soft iron rod is attracted to it. soft iron rod بمجرد ملامسته للماجنت أصبح هو كمان ماجنت، أو بشكل آخر بنقول إنه
انه magnetized بيكتسب polarity بحيث ان الساوث بتاعه بيكون لفوق والنورث بتاعه بيكون لتحت. ده طبعا في الحالة اللي قدامي. The soft iron rod will acquire the magnetic property with the shown polarity. قطعة السوفت iron اللي قدامي بالرغم من ان هي كانت بطبيعتها مش magnet الا ان هي دلوقتي اصبح عندها القدرة ان هي تعمل attraction لiron fillings لان هي دلوقتي magnetized by induction. نفس الشيء لو جبنا قطعة ستيل هتكتسب نفس البولاريتي بتاعت السوفت ايرن، بس الواقع ان الستيل مش هيقدر ياتراكت نفس كمية الايرن فيلينجز اللي السوفت ايرن بيقدر يعمل لها اتراكشن. Also steel will acquire the magnetic property with the same polarity as soft iron but steel acquires weaker magnetism. لكن الستيل هيكتسب خاصية magnetic اضعف من السوفت ايرن. في حاجة هنا، لو شلت الماجنت الاصلي الكبير اللي هو سبب في وجود الماجنتيك بروبرتي لقطعة الستيل وقطعة السوفت ايرن، هنلاحظ الاتي، ان السوفت ايرن اللي جذب اليه ايرن فيلينجز كتير هيفقدهم تماما، بينما الستيل اللي اكتسب ايرن فيلينجز قليلين هيحافظ على الماجنتيك بروبرتي بتاعته ويحافظ على انجذاب الايرن فيلينجز القليلين اللي انجذبوا اليه بالرغم من زوال الماجنت الكبير الاصلي. After removing the strong magnet, soft iron loses all the magnetic property but steel keeps its magnetic property. عشان كده بنقول ان soft iron is soft magnetic substance, acquires magnetic property easily and lose it easily. بينما steel is hard magnetic substance, acquires magnetic property hardly and lose it hardly. عشان كده soft iron is used in making electromagnets, المagnets الكهربائية، بينما steel بيستخدم في صناعة permanent magnets. تاني طريقة للماجنتايزيشن وهي الماجنتايزيشن باي ستروكينج. بنجيب الستيل بار بتاعتي لان انا في الطريقة دي هحاول اعمل بيرمننت ماجنت، وبجيب الماجنت بتاعي هبدأ احرك الماجنت عشان يحتك بالستيل بار بالطول من الشمال لليمين بطول الستيل بار. بيقولي the steel bar is stroked with a magnet by the same pole in the same direction. ببدأ احرك الماجنت بالشكل ده وارفعه وابدأ من نفس المكان، اعمل احتكاك في نفس الدايركشن وابدأ تاني من بداية المسار. لازم الماجنت يحتك بنفس البول في نفس الاتجاه مش رايح راجع، زي ما الاسهم بتقولي بالظبط هو ده اتجاه حركة الماجنت عشان يعمل ماجنتايزيشن باي ستروكينج. فبتنشأ عندي البولاريتي كالآتي، بيصبح الستيل بار النورث بتاعه بالنسبة لي على اليمين والساوث بتاعه على الشمال. ده طبعا في الحالة اللي قدامي. بيقولي the pole produced at the beginning of the stroke is similar to the stroking pole and the one at the end is the opposite. بما اني بعمل احتكاك بالنورث وببدأ من على الشمال، اذا الطرف الشمال هيكون نورث زي النورث بتاع الماجنت الاصلي، والطرف اليمين اللي بيمثل نهاية الاحتكاك هيعمل ساوث بول. طبعا لو انا بعمل ستروكينج بالساوث هتكون البولاريتي بالعكس. تالت واخر طريقة للماجنتايزيشن هي الالكتريك ماجنتايزيشن باستخدام الدي سي كارنت. كاردبورد تيوب از شون. بجيب كاردبورد مجوفة من الداخل كالآتي، وببدأ ألف حواليها واير على شكل سولينويد زي اللي واضح على الرسمة. The cardboard is placed inside a solenoid of copper wire. وبجيب iron rod زي اللي أنا شايفه قدامي وهبدأ أحطه جوه الكاردبورد اللي مرسومة. بيقولي iron rod is placed inside the cardboard tube. وهبدأ أوصل DC battery. بيقولي connect the wire to a DC battery or supply. المعلومة اللي احنا عايزين نعرفها هنا واللي هي غير مرتبطة بالدرس ده وإنما هناخدها في درس الالكتريك كارنت، إن الالكتريك الكرنت بيطلع من البوزيتيف بول يدخل في النيجاتيف بول. عشان كده اتجاه الكرنت في السولينويد هيكون بهذا الشكل، خارج من البوزيتيف وبعدين يلف في السولينويد وبعدين يدخل في النيجاتيف. عشان اتاكد ان الايرن رود بتاعتي دلوقتي اصبحت ماجنت هبدا اقربها الايرن فيلينجز. Approach some iron fillings to the rod. اللي هنلاحظه ان iron fillings are attracted to the rod. هنلاقي ان الايرن فيلينجز بتنجذب للرود اثناء مرور الالكتريسيتي. Now this is an electromagnet. طبعا لو
لو شلنا الباتري تاني الايرون فيلينجز هتنزل من على الرد. If the battery is removed, iron fillings will fall. نرجع تاني لرسمتنا. ازاي ممكن احدد البولاريتي بتاعت الماجنت الجديد؟ هنا في قاعدة اسمها grip right hand rule، قاعدة قبضة اليد اليمنى. طبعا واضح من اسمها ان هي باستخدام الايد اليمين. بيقول لي the polarity of the magnet is given by grip right hand rule. بتنص على ايه grip right hand rule؟ بيقول لي when the right hand fingers turn in the direction of the current, the thumb will point to the north pole. زي ما انا شايف لو بصينا على اتجاه الكرنت في السولينويد مش بره السولينويد، الجزء الملفوف من السلك هنلاقيه ماشي مع صوابع ايديا اليمين. في الحالة دي الثمب هيشاور على النورث. كذلك لو قلبنا الباتري هنلاقي ان البولاريتي هي كمان قلبت. If current is reversed, polarity of the magnet is also reversed. ميزة خطيرة في هذا الماجنت اني اقدر ازود قوته وقوة الاتراكشن بتاعته بكذا طريقة. رقم واحد اني استخدم الكتريك كرنت اقوى باستخدام بطارية اقوى من اللي قدامي. الحاجة التانية ممكن ازود عدد اللفات بتاعت السولينويد باني الف السلك اكتر مرات اكتر حوالين الرد. دول طريقتين ممكن يزودوا لي قوة الماجنتيك بروبرتي بتاعت الايرون رود اللي هيصبح بفعل الالكتريسيتي ماجنت. في تو نوتس مهمة جدا هنا وانا بعمل الاكسبرمنت. رقم واحد، لفات السولينويد ما ينفعش يقربوا من بعض لدرجة التلامس، عشان كده بيفضل عشان احافظ على الكرنت بيلف في لفات حوالين الرد ما يمشيش بشكل straight. عشان كده بيفضل استخدام insulated wire. بيقولي turnings of the solenoid must not touch each other, so the wire must be insulated to avoid short circuit. الحاجة التانية، ما ينفعش الواير يلمس الرد نفسه، لازم في steps الاكسبرمنت دي يكون في رد طويلة الكرنت يكون بيلف حواليها عشان ننفذ الاكسبرمنت. بيقولي the wire must not touch the rod، ما ينفعش السلك يلمس الرد.